انه منام شفته جاي مثل ما كان يجي لعندي يعني وهيك فايت. فقلت له ليش تاخرت؟ ما اني بعدني ناطرتك. قال لي تاخرت لما رقنا على الحواجز. هلا انا فكرت انه بيجي من سوريا بيمرق على الحواجز، فقلت له ليش انت بتمرق على الحواجز؟ قال لي ايه بمرق. قال لي اكثر حاجز وقفنا عليه حاجز الصلاه. ساعتها أنا استدركت إنه عم يحكيني إنه هو مستشهد، يعني عم يحكيني بغير مطرح غير هاي الحواجز. فقلت له كيف يعني حاجز؟ قال لي حاجز الصلاة، وخاصة بيسألوا عن صلاة الصبح. تعرف أنت هلأ يمكن في ناس بتقول لك صلاة الصبح إنه بعدين بنفيق وبنقضيها، وأنا فيمكن مش هيك. المهم قال انه قلت له ساعتها انا تذكرت انه هو مستشهي. قلت له ليش وحساب القبر؟ قال لي الشهداء ما بيمرقوا حساب القبر، ما في حساب القبر، ونحن هلا خلصنا وانطلقنا. قلت له انا مرضت انا مريضه. قال لي يومين ثلاثه بتصحي. فنحن ان شاء الله نحن فينا نقول انه الشهداء مش احياء، فاني احياء، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا انه الشهداء احياء، ونحن ان شاء الله ناطرينهم نلتقي فيهم ونشوفهم. و